هي اكتشفنا ان في فيروس او متحور جديد اسمه ايه يعني الفيروس ده، الناس يعني المخلوي، الفيروس المخلوي اللي بيصيب الكبار والصغار، يعني هم يعني ما بيسيبش حد. صحيح ان هو مش بخطوره كورونا ولا اعراضه زي كورونا، لكن هو ولا زي نزلات البرد الشديده، لكن وزاره الصحه اصدرت بيان وطلبت في البيان انه يعني كمان ان الناس تتعرف على العلامات بتاعته وتبقى فاهمه ايه الموضوع، يتوجهوا للمستشفى. لكن انا عايزه نعرف مزيد من المعلومات والتفاصيل برضو تعرفوها حضراتكم. خلينا نروح باريس مع دكتوره منار مراد، وهي استشاري التخدير والعنايه المشدده بمستشفى جورج بومبيدو بباريس. مساء الخير دكتوره منار. مساء النور وشكرا على الاستضافه. اهلا بيكي دكتوره منار. دكتوره منار، كلمينا على هذا الفيروس وما هو الفرق بينه وبين الانفلونزا العاديه او كورونا حتى. اولا طبعا هذا الفيروس هو موجود منذ زمن طويل، ليس جديدا ابدا، وهو يصيب الحقيقه بشكل خاص الصغار الاطفال وهو بحوالي اقل من سنتين. تمام. وهو من الفيروسات التي الفيروسات التنفسيه، بمعنى انها تنتقل عن طريق الرذاذ، عن طريق السعال، عن طريق النفس من شخص الى اخر. ولكن الحقيقة الآن ما هو يعني مرتب لذلك كان أن متوقع هذا الشيء، والسبب في ذلك أن لا ننسى أننا منذ حوالي 3 سنوات نعايش الكورونا، بمعنى أننا دائما بالماسك ودائما بوجود الكمامة وكل ذلك، فكل ذلك أدى إلى اختفاء هذا النوع من الإنسانات التنفسية لفترة طويلة. فمعنى كأننا نسينا هذه الفيروسات. حتى إذا لاحظتي فمثلا السنة الماضية والسنة التي قبلها لم نشهد كثيرا من حالات الجريب أو الإنفلونزا، والسبب في ذلك أن الناس كلها كانت ترتدي الماسك والكمامة، فساهم بذلك انقاص نسبة الإصابة بهذه الفيروسات. ولكن بعد أن تخلينا عن ارتداء الماسك أو الكمامة وعدنا إلى الحياة الطبيعية ونسينا أن هنالك إجراءات من الوقاية والوقاية الفردية والجماعية لأمراض الشتاء، تمام. وبالتالي كانت هذه عادت هذه الإنسانات التنفسية بالظهور. ولكن دائما نستطيع أن نركز أن الوقاية هي الابتعاد عن الشخص المصاب، ما نزال نرتدي الماسك دائما وخاصة للأشخاص العاليين الخطورة. طب حضرتك برضو يعني انا متفهمه جدا واتفق مع حضرتك ان احنا لازم حتى في فصل الشتاء ارتداد الماسك مهم، علشان الجو اصلا برد وسهل حد يجيله اي دور من ادوار البرد. انا عايزه اعرف بس الناس هتفرق ما بينه والاعراض بتاعته وما بين باقي الفيروسات الاخرى، يعني ايه هي الاعراض وهل هو محتاج التوجه للمستشفى على طول؟ هي نفس الأعراض. لأقول لك شيئا، أن حتى الجريب يعتبر عالي الخطورة، الجريب الأنفلونزا فيروس البرد المعروف، تمام. هو يعتبر عالي الخطورة لبعض الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة، بمعنى أمراض قلبية، أمراض تنفسية، أمراض مزمنة، أمراض كلى، أمراض سرطان إلى آخره، ويتوجب أن يأخذوا لقاح الأنفلونزا العادي، الذي يعطى عادة في هذه الفترة من العام، فهو منصوح به للكبار السن، للأطفال الصغار ممن لديهم سوابق مرضية ومن العاملين في الحقل الطبي. فإن عادة اللقاح ينقص الإصابة بالجريب أو الإنفلونزا حوالي 65%. أضف إلى ذلك الجرعة الرابعة من لقاح الكورونا أيضا يجب أخذها الآن لنفس الشريحة التي ذكرناها. يعني أستأذنك دكتورة منار كده، خلينا نؤكد أن كل أصحاب الأمراض المزمنة بننصحهم بأن هم ياخدوا يا إما فيروس الإنفلونزا وأيضا الجرعة الجديدة من لقاح كورونا.
نعم الجرعتين معا. هذا الفصل الآن في هذا قبل نهاية الشهر يجب أن يتم أخذ لقاح الجريب والإنفلونزا، ومن والأشخاص الذين أكثر من 60 عام ولديهم أمراض وإلى آخره يجب أن يأخذوا أيضا لقاح الكورونا. أضف إلى ذلك أيضا في الأشخاص طبعا ممن يلاحظون أن لديهم ارتفاع في الحرارة، عدم تحمل للحرارة، لأعود إلى الفيروس الذي ذكرتموه في بداية الحلقة، أن من لديهم أعراض تنفسية خطيرة، صعوبة في التنفس، الحرارة لا يتحملون الحرارة، إنهاك، مشاكل في التنفس، هؤلاء مدعوين للذهاب إلى الأورجنس أو إلى الإسعاف، نعم، تمام. والاتصال بالطبيب. طب بالنسبة للأطفال دكتورة منار، يعني الأطفال، لأنه أنت عارفة الأطفال طبعا بيروحوا المدارس، بيروحوا الحضانات، بيتعرضوا لبرودة الجو، وأيضا بيتعرضوا هم بيقعدوا بعض كمان الأطفال داخل المدارس، فالطفل كمان نتعامل معاه إزاي؟ الطفل أي أم طبعا هنالك نوع من الثقافة الاجتماعية والثقافة الأخلاقية، بمعنى أن أي أم تلاحظ لدى طفلها الصغير هنالك مجموعة من الأعراض التنفسية، سيلان الأنف، السعال، صعوبة التنفس، أو أن الطفل الصغير أنه يرفض الأكل، يرفض الشرب، يرفض اللعب، هذا دليل أن لديه حرارة أو الطفل ليس بخير. يجب أن تعطيه مخفضات الحرارة، تستشير الطبيب، وتتوقف عن إرساله إلى الروضة أو إلى الحضانة أو إلى آخره. هناك تمام. مسؤولية أخلاقية طبعا. لأن الأطفال الصغار سينقلون من بعضهم من شخص إلى آخر. ده حقيقي. الطفل الصغير ممكن أن يعدي جده، ممكن أن يعدي شخص آخر، هو نسميه فراجيل أو حساس، وبالتالي تصبح النتائج صحيح. كارثية، ومن هنا تقع المسؤولية على الأهل. أكيد أنا بتفق مع حضرتك في كل ما ذكرتيه. نتمنى السلام والأمانة للجميع، والكل يتوخى الحذر يعني ويتابع التعليمات. من باريس دكتورة منار مراد، استشاري التخدير والعناية المشددة بمستشفى جورج بومبيدو بباريس، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. هيفضل يعني ببساطة يا جماعة الدنيا برد، ولما ندخل البرد ناخد بالنا. هي فكرة فعلا لما يكون في طفل وعنده شوية برد وأقول لا معلش ماشي الحال، لأنه الطفل ممكن يبقى حامل للعدوى، فيعدي مش بس هيعدي كل الناس، ويعدي الناس في الأتوبيس وفي المدرسة، فخلي ولادنا كده في حضننا وناخد بالنا منهم، وإن شاء الله يعدي هذا الشتاء علينا بكرم بإذن الله. جميل.